يطلق عليه مهرجان الأوسكار الخاص بالعاملين في مجالات الدعاية والإعلان حول العالم. الحديث هنا عن مهرجان كان لايونز الدولي للإبداع اللي بيقام كل سنة في مدينة كان الفرنسية في جنوب فرنسا، وبيحتفي بالعاملين في المجالات الإبداعية من الدعاية والإعلان والإعلام وغيرها. المهرجان اللي بينطلق اليوم بيقام لمدة 5 أيام في قصر المؤتمرات والمهرجانات في مدينة كان. بيزور المهرجان كل عام حوالي 15,000 مندوب مسجل من 90 دولة للاحتفال بجوائز صناعة الإعلام والإعلانات والدعاية والإعلان حول العالم. مهرجان كان لايونز بيمنح 31 جائزة في مجالات مختلفة كلها بتدور في فلك الإبداع، سواء في مجالات الدعاية والإعلان أو الترفيه أو الصحافة والإعلام وغيرها. كمان المهرجان فيه مسابقة هي مسابقة يونج لايونز اللي بتمنح جوائز الإبداع للشباب، واللي بدأت عام 1995 واللي بتكون مفتوحة لمحترفي ومتخصصي الإعلانات حتى سن 30 سنة. كمان في مسابقة لايونز هيلث اللي تم استحداثها سنة 2012 واللي بتمنح الجوائز في مجال الصحة. المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG بتشارك في مهرجان كان لايونز بجناح خاص. جناح SRMG هيستضيف حلقات نقاش تفاعلية وجلسات حوار ثنائية تتطرق لأبرز المؤثرات في مجال صناعة الإعلام. الجلسات والنقاشات التفاعلية في جناح SRMG هتضم ضيوف مميزين، منهم السيدة جمانة الراشد الراشد الرئيس التنفيذي لمجموعة SRMG، والسيدة لما الشثري رئيس تحرير مجلتي سيدتي والجميلة، والسيد بوراك ككماك الرئيس التنفيذي للجنة الأزياء في وزارة الثقافة السعودية، والمخرج عبدالله الراشد من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي إثراء، والأستاذ فارس عقاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ميتا. كمان في عدد كبير من الضيوف زي السير مارتن ستيوارت سوريل الشريك المؤسس لشركة S4S Ventures، والسيدة نادية بلان وايت الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في مجموعة فايس ميديا، وغيرهم كتير من الضيوف المميزين. مجلة وموقع سيدتي أحد المطبوعات التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG كانت موجودة معاكم في مهرجان كان السينمائي الدولي، وموجودة كمان دلوقتي معاكم في مهرجان كان لايونز للإبداع علشان تنقل لكم يومياً أبرز الأحداث والفعاليات والأفكار الإبداعية الجديدة الموجودة في العالم. انتظرونا كل يوم في تغطية خاصة فقط على سيدتي.